Hello everyone, for English speakers please wait for the second half of this video. لو انت مشاهد جديد اهلا وسهلا بيك او بيكي على القناة. حبيت اقدم نفسي والقناة من خلال الفيديو ده. انا اسمي محمد بدري، متخصص في ادارة التسويق المواقع التراثية من 2015، لما حصلت على درجة الماجستير في الحفاظ على التراث وادارة المواقع التراثية من جامعة براندنبرغ في المانيا وجامعة حلوان في مصر. حصلت برضو على برنامج تدريبي تبع مكتب اليونسكو بالقاهرة، وبعدها مع مبادرة جو يونسكو في مكتب يونسكو في نيو دلهي، وكان عن طريق الانترنت. في 2017 أسست مبادرتي تراث للجميع، أو زي ما هتلاقوا على الانترنت هيريتج فور أول، وتعاونت واشتغلت مع عدد من الكيانات المحلية والدولية في مجال إدارة المواقع التراثية. حاليا انا طالب دكتوراه او باحث دكتوراه في مجال التسويق التراثي والساحه الثقافيه المستدامه بجامعه روما تري في ايطاليا. عملت القناه دي عشان بتشارك من خلالها المجال او مبادئ الدراسات التراثيه مع المهنيين المبتدئين او مهنيين الشباب في العالم العربي، ومن خلالها قدمت عدد من المحاضرات أو الفيديوهات عن مبادئ إدارة المواقع التراثية. كان في 2020 السنة اللي فاتت، والسنة دي بقدم سلسلة جديدة تحت عنوان التراث في الدقيقة. السلسلة دي بتقدم في كل فيديو مصطلح واحد من مصطلحات الدراسات التراثية اللي بالإنجليزي، بشرح فيه المعنى التطبيقي أو التنفيذي للمصطلح ده، إزاي أنت تقدر تستوعبه لما بتيجي تقرأ المنشورات اللي هي أو المراجع في مجال الدراسات التراثية ولكن باللغة الإنجليزية. لو حبيت القناة ياريت تعمل تسجيل واعمل لي لايك وشير، ونتقابل مع عدد من الفيديوهات. لو عجبتك ياريت تشاركها مع أصدقائك وزملائك المهتمين بالمجال في العالم العربي. شكرا لكم. Everyone, I do this video introducing myself and my new channel. My name is Muhammad Badri. I am heritage management professional since 2015 when I hold a joint master of arts in heritage conservation and site management between Brandenburg Technical University, Cottbus Stenfenberg, and Helwan University in Egypt. After that, I did two internships with UNESCO Cairo office and UNESCO New Delhi office initiative, Go UNESCO. In 2017, I founded my own initiative, Heritage for All. I collaborated and worked with many national and international entities in heritage management. Moreover, I am currently a PhD researcher in heritage marketing and sustainable cultural tourism at Roma Tre University in Italy. I did this channel basically sharing the basic knowledge of heritage studies with the younger professionals in the Arab world. And so in 2020, I did a group of lectures in Arabic about the heritage management principles. And nowadays I do a new series under the title Heritage in a Minute, explaining or clarifying the technical meaning of the heritage expression in Arabic language. So if you like my work, please subscribe my channel and share my videos with your Arabic speaking colleagues. Thank you.